ان العامل ما بيدفعش ولا مليم. طيب ايوه، ما هي مكاتب العمل دايما بتبتزهم. لا، مكاتب الحق العماله مش أيوة، عشان نفرق بس. صح تمام، عندك احنا حق. عندنا مكاتب الحق عماله الخارج اللي هي المكاتب الخاصه. بالظبط، لما يجي مثلا عامل يدفع مثلا او يستلف او يبيع ذهب مراته وبيطلع، بيبقى ما عندوش استقرار وظيفي. بمعنى هو مديون وهو طالع عايز يعوض ده، يا اما هيشتغل مثلا بعد كده يروح يهرب يشوف شغلانه ثانيه بعد الظهر، فبتعمل له مشكله في البلد، وده ممنوع ان هو يكون شغال في شركه يروح يشتغل في مكان طبعا تاني. او ان هو يسيب الشركه عشان يعوض المبالغ اللي هو دفعها او اللي استلفها او اللي على الجمعيه اللي هو عاملها. لكن احنا بنعمل له ان هو بيطلع مش مديون، ما دفعش جنيه، فهنا بيروح الشركه بيبقى دماغه بقى في الشغل خلاص. خلاص هو كده رايح بشكل رسمي. دي دي يعني دي ميزه. الميزه الثانيه ان هو بيبقى عارف المستشار العمالي بتاعه اللي هو اللي لو في اي حاجه هو هيحلها له. انتوا يعني المجموعات اللي بتجتاز الاختبار وكلها التاشيرات والعقود بتعملوا لها بعد كده اجتماع قبل ما بياخد العقد، بنعدي له توعيه مين مستشار، وبنسلمه ورق زي كتيب برشور صغير يعني في مكان المكان اللي هو رايح السفاره فين، المستشار العمالي اسمه ايه، تليفونه ايه، تليفون السفير ايه، تليفون القنصل ايه، عشان يبقى عارف ان ده المكان بتاعه. مش لازم يبقى عنده مشكله عشان يروح. طب بس هو يروح يعني حتى لو راح يوم في الاسبوع. احنا بعد كده بنحتاجهم اثناء مثلا الانتخابات. بالزبط. انتخابات المصريين في الخارج. تمام. احنا محتاجينهم يرتبطوا بينا، ولازم هو اول يعني ده لجميع العماله، اي عامل يسافر اي دوله اول ما يوصل يروح يسجل نفسه في السفاره عشان نبقى عارفين هو فين وعند مين. دي لازم. ارجوكوا اسمعوا الموضوع ده، لان كتير من المشاكل اللي بتيجي بعد كده ونرجع نشتكي فيها ونبقى احنا جزء من اصل المشكله. احنا ما سجلناش اسمنا لا في السفاره ولا عند المستشار العمالي، وبعد كده ندخل في اشكال مع يعني رب العمل، فتبقى عندنا مشكله والسفاره بتبقى بعيده والمستشار العمالي بعيد، ونرجع نقول اصلهم احنا ما حدش بيسال علينا، احنا مش موجودين. خلي بالك، دي خطوات واجراءات. تمام. لازم نعرفها.